تمكنت فرق الإنقاذ الإسبانية من إنقاذ أكثر من 50 مهاجر غير شرعيين يتحضرون من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، كانوا على متن مركب قبلة سواحل جنوب شرق إسبانيا. وتم التوصل إلى المهاجرين بعدما تلقت فرق الإسعاف بلاغا بشأن مركب غادر السواحل المغربية في اتجاه سواحل إقليم ألميريا الإسباني. وسارعت أجهزة الإسعاف إلى عين المكان لإنقاذ الركاب من بينهم نساء وأطفال قبل أن يتم نقلهم إلى مرفأ مورتلا الإسباني. وتعتبر إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا إلى الحلم الأوروبي بحكم موقعها الاستراتيجي. وتسجل إسبانيا رقما قياسيا كل عام من المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري الأرخبيل الإسبانية الواقع قبلة السواحل المغربية.